السلام عليكم، جايكم اليوم بلعبة جدا ممتعة. عن نفسي لي فترة طايح عليها اللعبة، نظامها سيرفايفل. اللعبة تعتمد على اللعب الجماعي وتشيل حتى 10 لاعبين. يكون لنا قرية نحاول نحميها قدر الإمكان وفي نفس الوقت نهجم على العدو. هنا الصعوبة في اللعبة إننا مو فقط نحمي الشجرة اللي في القرية حقتنا، كمان نهجم على بوسين اللي إذا هزمناهم كده راح نفوز وينتهي الجيم. واللي يزيد اللعبة صعوبة إننا لازم نقاوم الطقس سواء كان بارد أو حار، أو نقاوم الطقس سواء كان بملابس أو بأكل أو مشروبات نأخذها ويصير إيش بهذه الطريقة نقاوم الطقس. طيب، والممتع في اللعبة ومخليها فيها شوية من التحدي وجود عناصر في السلاح وعناصر للأعداء، فمو أي سلاح مناسب مقابل الأعداء، أو بالأصح الأعداء لهم بعض الأسلحة تكون قوية عليهم لأنه العنصر هذا يكون قوي عليهم. طيب، راح أحاول في هذا الفيديو نفهم أساسيات اللعبة وطريقة الفوز في الجيم من أوله حتى ينتهي. اللعبة مرة ممتعة وحاليا مجانية لحقون البلس والبلاي ستيشن، فلا تفوتكم، وكمان لايك واشتراك ونشر للمقطع عشان كثير يستفيدوا ويشوفوا معلومات عن هذه اللعبة. بسم الله، ابتدينا. معكم مهنا من قناة كليكر تي في، اهلا بكم في القناة. اول ما يبدأ الجيم زي اغلب العاب السرفايف نكون مفسخين، حمان الله واياكم يا الفسخة. نبدأ نجمع موارد، حجر، خشب، عظم، لحم، المهم في أشياء كثيرة موارد نجمعها، وبهذه الموارد ممكن نصنع دروع، ملابس، أسلحة، أدوات تفريم، أدوات تهييل، فخاخ، أشياء مرة كثيرة. طيب، وفي نوعين من الأعداء يهجموا على القرية: الوحوش الصغيرة اللي تهجم كل يوم بالليل، وهذه عشان نحمي القرية منهم ممكن نقوي من البيبان حق القرية. إذا قوينا بيبان القرية خلاص يكون كل الموضوع تمام، وكمان ممكن نبني الأبراج اللي من باب القرية، اللي هذه الأبراج اللي ترمي سهام للي موجودين باب القرية، فهذه الحاجتين تعتبر كافية. لكن هذه الوحوش في الليلة رقم 4 والليلة رقم 8 والليلة رقم 12 يكونوا مرة أقوياء، يعني السهام والبوابات هذه غير كافية لحماية القرية، فلازم بنفسنا إحنا نتوجه القرية ونحميها. قلنا نوعين يهجموا على القرية، كمان في 4 وحوش كبار من الأعمالقة هدفهم تدمير القرية: وحش نار، وحش ثلج، وحش رياح، ووحش يستخدم عنصر السم. هذولا يهجموا بالترتيب، يعني ما يكون في وحشين في نفس الوقت، واحد يهجم لما يموت يجي الواحد الثاني بعد ليلة يهجم الثاني. ونعرف انه الوحش جاء ولا ما جاء باللون الاحمر اللي موجود في الخريطة الصغيرة، واذا هزمنا واحد فيهم زي ما قلنا بعد كم ليلة يجي واحد ثاني. دحين خلينا في عالم اللعبة، كيف نلعب في اللعبة. في مهمات، في ايفنتات، في كهوف، في مخيمات، وفي هذه الأربع الأشياء نجمع الموارد، يعطونا جوائز، ولازم نعمل المهمات والإيفنتات والكهوف والوحوش الكبيرة اللي تهجم على القرية، يعني لازم ندخل ونجمع فيهم الموارد عشان نقدر ندخل على البوس ونقاتله، لأن الموارد اللي فيهم هي الموارد اللي نستخدمها في قتال البوسات، البوسين اللي ننهي بهم الجيم. في 8 تصنيفات من الشخصيات، كل شخصية لها ميزات خاصة، فمهم نعرف الشخصية اللي نستفيد من المزايا اللي نستفيد احنا منها وطريقة البناء حقت الشخصية اللي راح نلعب بها حاليا في الجيم. نقدر نبني عشان نطلع التلة او اي سبب ثاني، يعني اللي اقصده انه في بناء في هذا الجيم يصير نقدر نبني لاي سبب نحب نبني عشانه. في تجار نشتري منهم الموارد، يعني بدل ما نروح ونجمع، في بعض الأحيان يكون في موارد ناقصة، موارد ما قدرنا نجمعها، ففي تجار ممكن نشتري من عندهم الموارد. وعشان نفوز من الجيم زي ما قلنا في بوسين لازم نهزمهم قبل اليوم ال15. ليش قبل اليوم ال15؟
لأنه إذا جاء اليوم 15 الوحوش الصغيرة اللي تهجم باستمرار على القرية راح تهجم بدون ما توقف. إذا النتيجة راح نخسر من الجيم ومستحيل نفوز من الجيم إلا إذا في جماعة يدافعوا مرة ممتازين يدافعوا جماعة يهجموا كذا إيش أي ممكن يكون في مقاومة لكن النتيجة في الأخير إنه خسارة. البوسين اللي لازم نهزمهم البوس الأول بوس الذيب وموقعه بوم بالشمال في المنطقة الثلجية عشان نوصل له لازم نبني جسر هنا في هذا المكان ولازم نفتح باب الكهف حقه ونفتح باب الكهف بالموارد. الموارد هذه كيف نجيبها؟ نجيبها من المهام والكوستات والكهوف والبوس البوسات هذه اللي نقاتل بيهم. طيب هذا بوس الأول. البوس الثاني بوس على هيئة ثعبان ممكن نتوجه له إذا جمعنا قطع نجمعها من 3 مخيمات من المخيمات اللي في البحر مو المخيمات العادية المهم المخيمات الموجودة في البحر. ندخل مخيم نخلص اللي جوا ونجمع الموارد اللي هناك. بعد ما نجمع من 3 مخيمات هنا نقدر نصنع بوت على البحر ونروح للثعبان عن طريق قارب وقاتل الثعبان ونهزم الثعبان وكذا ننتهي من الجيم ونقدر نقول ألف مبروك الفوز.